السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم يا شباب على قناة أيوب قبيس. درسنا اليوم حول إثبات وصول أحد المجانيات، وهذه المجانية تطرقت إليها قبل 3 أسابيع واليوم توصلت بها. عندما توصلت بها تفاجأت، لأنني البارحة تذكرتها وقلت لنفسي لم أتواصل بهذه المجانية ومرت علي 3 أسابيع، واليوم الحمد لله توصلت بها وأحببت أن أشاركها معكم. فكما ترون وصلتني في هذا الظرف. إذا كنت تريد مشاهدة هذه المجانية وأيضا تريد الحصول عليها، فما عليك إلا بمتابعة هذا الفيديو إلى آخره. المهم، إذا كنت أول مرة تشاهدون على هذه القناة، المرجو تضغط على الزر صابوني ثم تضغط على الزر الجرس لتتوصلوا بكل ما هو جديد حول هذه القناة. وأيضا لا تنسوا الضغط على زر لايك للفيديو تشجيعا لنا لنستمر في تقديم لكم الجديد إن شاء الله. لن أطول عليكم فلنبدأ على بركة الله. انتظرونا بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا يا شباب، ها قدمت إليكم الجديد. نعم، كما قلت لكم في أول الفيديو أنني توصلت بهذا المنتوج مجانا وإلى باب منزلي. وصلني في هذا الظرف وقمت بفتح هذا الصباح. هنا تجد عنوان منزلك واسمك أيضا. سوف أقوم بفتح هذا لأريكم المجانية التي توصلت بها. سوف تجد ورقة على هذا الشكل، تجد هنا أيضا عنوان منزلك واسمك وهنا بعض المعلومات حول هذه المجانية. وهنا تجد المجانية، تجدها ملصقة هنا، تجدها هكذا ملصقة هنا. كما قلت لكم لقد تطرقت إلى طريقة حصول على هذه المجانية، فهي مجانية خاصة بكارت سيم لاستخراج كارت سيم من الهواتف الأندرويد والآيفون. وكما ترون إنها رائعة جدا إخواني، فهي مجانا توصلت بها إلى باب منزلي. قبل 3 أسابيع تطرقت إلى طريقة حصول عليها. وإذا كنت لم تشاهد الفيديو من قبل، سوف أضع لكم الرابط أسفل هذا الفيديو. كل ما عليك سوى الدخول إلى الموقع وملء بعض البيانات بمعلوماتك الشخصية، وأيضا يجب أن يكون عنوان منزلك صحيحا لكي تتوصل بها إلى باب منزلك دون مشاكل. وبعدها تنتظر تقريبا 3 أسابيع ريتما تتوصل بها مجانا وإلى باب منزلك. فكما ترون فهي خاصة بالهواتف باستخراج كارت سيم من الهواتف، فتوصلت بها مجانا وإلى باب منزلي كما ترون. المهمة إلى هنا وينتهي الدرس، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. Yeah.